احنا بنعمل يعني حدوتة بتدور في كواليس الناس اللي بتلعب اللعبة دي، لعبة اليوتيوبرز والبلوجرز والجيمرز، الناس اللي شغالة دلوقتي بقت شغلانة، بقى في ناس نقدر نقول عليهم انهم شغالين كده. احنا يعني شايفين حواديت كذا حدوتة مفتوحة عندنا، بنشوف علاقتهم ببعض ايه، مين اللي بيشغلهم، مين اللي بيدعمهم، مين اللي ضدهم. المسلسل في اطار غموض وسسبنس وإثارة، فيعني حدوتة لطيفة، ونتمنى ان شاء الله انها تعجب الجمهور، لانه الموضوع موضوع السوشيال ميديا وموضوع اقدر اقول عليها ظاهرة دي محتاج ان هو يتناقش، محتاج ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل في العالم ده، يعني لانه مؤثر جدا دلوقتي، يعني بعيدا عن رفضنا لوجوده او دعمنا لوجوده، هو موجود ومؤثر، فلازم نبقى بنتكلم عنه. ايه ده دور الدراما؟ يعني ممكن تكلمنا عن دورك في المسلسل اكتر، تفاصيل شخصيتك في المسلسل؟ انا بلعب شخصيه اسمها طارق، هو مسؤول اللي بيدير الشركه اللي اسمها سوشيال، اللي بترعى الموهوبين التالنتس اللي موجوده في المسلسل، وهو فوتوغرافر بشكل اساسي، هو اللي بيصور الماتيريال اللي بيعرضوه وبيخطط لهم بيعملوا ايه والافكار، وبيكريت معاهم الافكار وبيساعدهم، وفي بتحصل كده شويه حاجات غامضه، بنبدا نشوف بقى ايه علاقتها بالشخصيه بتاعتنا عن طريق طارق ده. هل فعلا السوشيال ميديا اثرت على حياتك بالسلب في الواقع؟ اثرت عليا انا شخصيا بالسلب او اثرت على حياتك الشخصية؟ لا يعني بالعكس، انا اظن ان السوشيال ميديا بالنسبه لمجال شغلي هي مفيده، انا راجل شغال ممثل، فعلاقتي بالسوشيال ميديا بتبقى بهدف اساسي ان انا اعرف ردود الافعال على شغلي، ان انا اتعلم حاجه جديده، ان انا يبقى عندي خبره عايز انقلها لحد بنقلها له، تواصل حقيقي مع الناس، الاصدقاء والقرايب، فما ضرتنيش، يعني انا اللي بتحكم فيها مش هي اللي بتحكم فيا، لكن اللي بيشتغل الشغلانه دي بتبقى هي المتحكمه في حياته، ده اللي ممكن تضره، لكن انا مش هتضرني في حاجه، يعني انا تمام، انا في اي وقت ممكن اقف سوشيال ميديا، لكن اللي شغال سوشيال ميديا ما يعرفش يقف سوشيال ميديا فجاه. طبعا حضرتك كمان بتشارك في فيلم فارس اللي هينزل الفتره اللي جايه، عايزك تكلمنا اكتر عنه، عن تفاصيل شخصيتك فيه. انا بلعب هناك شخصيه اسمها ناصف، ناصف هو الدراع اليمين لشخصيه رشيد اللي بيلعبها استاذ حسين فهمي، هو رجل اعمال كبير جدا، ومش بيتورط في جريمه، هو يعني بيرتكب جريمه ما بتتصور، وبعد كده بيبقى في صراع على الفيديو اللي اتصور ده مع البطل اللي هو الشخصيه اللي بيلعبها استاذ احمد زاهر اللي هي شخصيه فارس، وبنشوف بقى ايه الحدوته اللي ما بينهم. يعني هل في مشاهد كانت صعبه وانت بتصورها في الفيلم؟ مشاهد كانت صعبه عليك اثناء تصويرها؟ مشاهد الاكشن شويه كانت صعبه، وفي مشهد كمان اتعورت فيه كده، فيعني كان يوم صعب شويه. الله يسلمك يا عمي، تعلم عليا في راسي كده، شرطتين كده، غرز، اربع غرز كده في السريع.